هذا هو بيته ها؟ نازل هيك أظن. ما أنا بلاحظ شغلة؟ شو؟ لك عجيبة طلع على الدار طاير عنده، شو سخيان؟ لك بكون بلاش. لا لا. عم طاير. والله عديك لحاله مرتاح. خير النبه والله. لا هو بكون منتبه لا تخاف. لا لو مصاري ما بشغله. سبرايز. ايش السبرايز ما سبرايز؟ جينا عملنا لك مفاجأة. مفاجأة يا زلمة ما بحب المفاجآت، ولا بحياتي حبيت يكون عندي مفاجأة. اهلا وسهلا. لا عفوا بدل ما تنخطر اهلا وسهلا. لك فوت فوت. لك احنا جينا نبارك لك. وين جايين تباركوا لي بس ما في بيتكم شيء؟ واحد بيجي لعند الثاني يبارك له ايد فاضية. لك خلص ايش بدك؟ فوت فوت فوت. طول يلا يلا. شلون تفوتوا شلون تفوتوا هيك لا حمود يا دستور روح مهم بس على طول عم تدخل شلون هيك بصير يعني؟ ليش ما بصير؟ نسيت لما انت كنت تجي لعندي على البيت تفشني هيك تدخل لا حمود يا دستور؟ نحن كمان بنقول مثلك ها؟ ايش شو؟ واحد بيجي بده يكون في شغله هديه هديه جايه معه ليش بدك تفوتي؟ لا يا شباب لا نحن اللي صار بيناتنا في هدايا يا عيب انا بيت جديد ومتجوز جديد لازم تجيب معك شيء شغله الف مبروك على الجيزه الله يبارك بعمرك بس جيب لك اقل شيء واحد بجيب له كيس فواكه كيس شغله خلص لا ما على هالعالم على هالزو على هالحياه جيب لك ثلاث كاسات اقل شيء شربنا والله جايين دقيقه فاضي يا سادات تشرب كمان خلاص مرت الجاي يا خلص خبت يعني مرة نجي أو آخر مرة أول مرة يعني نجي تسعد أول بطلك مصار بطلق لحالة نجي شاين دا تجي تحقوا أحلام كنا عندي يعني كل يوم دا تجي تروحوا وتسألوا فتع مضافت أنا لأنه بس سؤال أنا مضافت سؤال إيه أنت شنو صغير تشرفت هيك وعملت على في شباب انت بتعرفني انا بصرف شيء؟ هدول صاحب البيت جيت تاخذ البيت فيه اغراض هدول زلمه دي سيفن شو يعني اياه؟ قلت له والله صدق قدامه هيك عم عاطي لي اياه هديه بفهم منك شحاده لك شحاده ما شحاده سميها اللي بدك اياه طيب شلون عم تجيب اكل وشرب؟ والله جارتي هاي المعبيري تطبخ طبخه بتبعت لنا صحن بتعدى تطبخ طبخه بتبعت لنا صحن ما تطبخ انهار مثلا هذول جيراننا ما طبخوا لا سوى شيء أشيل هالمرة بجي عندكم يوم عندك يوم عندك يوم بيت خالة يوم بيت عمة يوم بيت خالة والزلمة زلمة مكيف مبسوط أجار البيت ما بدفع وصلش عليه ما يجي بعبر قدام صحة البيت أبو عجب ليش كتير صغير بيخ ما بتنطق الشاد أبو عجب الشاد مكسور هذا وفي سكاج ايش بدك تخرب لي الطاولات وتخرب لي كل شيء يا زلمه ايش بدك عملت هيك ضبيت اذا طب لك انت ضروري تعمل هيك انت رايح تبيعه بالليره كمان انا وين راح يطلع؟ الصبا بس ما يكون صار شيء للديوان لا هذا يكون هيك الهد الديوان انت بس ما يكون صار شيء خربتوها لا تروح على الكراسي يا اخي الكراسي هذا كله مكسر روح روح لا تروح على الديوان هذا كله مكسر روح على الترابيزه هاي بركه ما عرفت شيء ما عرفت شيء كله كسرته لك انت جايب ستوكات ابو الليره يا زلمه ايش شوات مو ستوكات مو ستوكات اي 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 كسرته 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 لما كان مكسوره بس من هون كسرته من فوق كمان تقدروا لي بيتك كله سكاتي انتوا كلهم شحاضي يا زلمه ما بعرف شيء دبرك بالارض هون كمان في شيء طب لك كنت تخفص الارض كمان لك انت نهار جيت لعنا جبت معك شيء؟ ها؟ لك قول لك انت جردون يا زلمه عارف حالك فين الجردون؟ شحات كسر لك الشحات جاوبني على سؤالي انت نهار جيت لعنا جبت بيدك شيء؟ النهار جيت شو جبت معي؟ ايش جبت؟
3 ليرات بزر هلا بسكرها. 3 ليرات بزر؟ ايه 3 ليرات بزر. هلا بدي اروح احط بالمشفى شاد حط 3000 ليرة اجري انكسرت. الحين على واحد 10000 اذا تعطيني حال الكرسي اتكسرته كمان. شو؟ عطولي كسرها تعطيني وتظبط لي هذيك. ايوه. لك كله انت خربانات جيت حايق حلمك انت؟ انت اللي تحايق حلمك ونحن اللي نحايق حلمك، انت اللي تحايق حلمك على حسابنا. طب نحن بكين عندك؟ انا جاي تضيف دارة بدنا؟ خاف هيك كمان تكسر. انا صحت لكم شيء؟ لا. انا قلت لكم طاولة عندي شيء؟ لا. انا عزمتكم شيء؟ لا. اخلص ليش جاي لك؟ جوز سقيني. دنام انا، دنام بكره الصبح عندي شغل. لا لا حبيبي لا، قوم سوي لنا سرقيلة على السريع انا مستعجل. ايوه. قوم سوي لنا سرقيلة. ايوه. جاي تحاول احلامكم عندي، نفس ارقيلة والله كنت مع الجنب الارقيلة بتكون ألف شغلة. صح اوكي. توكل على الله، عمونا ننام بكره عندنا شغل. ننام توكل على الله. توكل على الله. روح بيتكم يلا. ننام روح بيتكم. بدي احط ضرر، انا بدي احط ضرر، كسر تجري. عطل ضرر بدك. ايوه. ايه. عم بحكي معك، بدي احط ضرر. ومو انا بدي احط ضرر، تبعت هذا يلا. وخلاص يلا. روح يلا. طيب شغله هلا تفتح لي محاضرات يلا توكل على الله. بس اكمل كلامي. بس اكمل كلامي. كمل ايه. انت بتجي لعندي ايدك فاضيه. ايه. بتجي لعندي تاكل وتشرب تخلص كل شيء وتروح. ايه. اجار بيت ما كنت ادفع زيت لما نمت عندي 6 شهور 7 شهور ما دفعت لي راحه على البيت. ايه. هذول كلياتهم انت اللي حكيت معك. ايه. انا هلا بدي اخذ حقك. ايوه. زي طبعا حاول تحقق احلامك كمان. ما بدي مصاري. تاخذ من مصاراتي تروح تحقق احلامك. لا ما بدي مصاري. لك باخذ طريقتي. شو انت هتطلع؟ هيك! هلا لا ضربك هو اخذ حق يعني. يروح والله لا اشتكي عليك والله. شو؟ اشتكي علينا انت اللي مو؟ الا لا نسكي عليك. خلينا نشوف دراسك برا. كلك بايخ. بايخ. شد بنزين قالون. مين هو؟ عبد. بايخ. بس حاله تافه. يا عيني شو عليك. يا عيني شو. يلا. كثير صار. بايخ. هلا شوف شو بطلع حركة حلوة. يا ترك هيك بتطب فهمت علي؟ ايش بتعمل؟ انت بتقول كثير صاير بايخ وتعمل. يلا شيل الكرسي انت عارف شنو جاي طب. بسرعة. هذا كان هو الكاتب الشاطر. شو بك اسكاجي يعني؟ هو يا زلمة. يا زلمة. انت قام بلاقي تلف. طب. ورا هي طب. عيد ما انزبط عيد. حاول تقلب. طب شوي معي. انا لازم اتفور انت ترى اخ انا بقلب انت بتمسك الديوان مكسور له ايش هالديوانات عندك يا زلمه لك يا زلمه لكن ما بالضبط ما عم يطب ما عدنين يعني انه مو بترجع انا قصدي انه بيني اذا كسرت عادي خدت يلا احنا طبعي ما بتجي كيلو كسرت لك انت جيمس توكر دبل ليره يا زلمه مش شوت موستوكر هدول لك ايش هدول صحيح نسيت اقول له انه اجرى مكسوره هاي اجرى مكسوره هاي حطوا عليها فنجان هون حطوا عليها كل شيء يا رجل لك ديواناتك كلها مكسوره يا زلمه كل شيء ببيتك مكسور ما دعوه على ديوانات خيو يقول كمان انكسر الدنيا كلها خلينا بينكم الارض في شيء يطب هون في شيء يطب ليكون بيخفص الارض كمان لا تخبرنا بخفص اخذ البيت كله شحاده بس انت عطيه الولد يا ماما احنا نحكي لسه هو جايبين فورم هو جايبين معه شيء لسه عم بيحكوا هذا بيتك سكازي وما سكازي هو واحد بيجي بيدي الشرطه شو طلع معك مش انا ما جايب لي شيء معه نعم اجري انكسر عمودي اجري انكسرت مين ما زبط الطب كمان ما بدي اخذ